ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاهتمام بالمواهب والاهتمام بالنشأ، وخلال الحلقة استعرضنا الجهود اللي بتتم في قطاعات مختلفة، قطاع التربية والتعليم، الصحة، حتى يمكن التضامن الاجتماعي، وقطاعات متعددة الحقيقة. لكن بما أن حضرتك موجود معنا، نحب نعرف من حضرتك أبرز الجهود اللي حصلت في تنمية جنوب سيناء. لو هنتكلم على جنوب سيناء اللي البعض كان معتقد أنها شرم الشيخ فقط، لا، والاهتمام لا يتعدى شرم الشيخ، وده الحقيقة ما بيحصلش أبدا. فعايز أعرف من حضرتك إيه اللي بيحصل في جنوب سيناء، مدن جنوب سيناء؟ يعني اللي بيحصل غير مسبوق. تخيلي حضرتك أنت ما كانش عندك طريق من نفق لشرم 334 كيلو، كان بيتم باستخدام الطريق القديم اللي كله حوادث ومنحنيات. فاكرين طبعا للاسف 334 كيلو ولا عندك هاي واي؟ صحيح، الناس بتستخدمه، الاجانب بيستخدموه، الدنيا كلها بتستخدمه. ما كانش عندك جامعه، مفيش جامعه. الجامعه ولادنا يروحوا يتعلموا في السويس، يتعلموا في اسماعيليه، ينزلوا القاهره، وعبء على الاسره. الاسره بتبقى قلقانه عليهم جدا. طيب وبعدين بقى عندنا جامعة الملك سلمان، ثلاث قفر، حوالي 11 كلية، شرم، الطور، راس سدر، ثلاث جامعات، ولادنا بيتعلموا جوه بلدهم، زيهم زي أي محافظة. يعني كانوا بالأول بيحسوا إن هم إشمعنا مفيش عندهم جامعة، دلوقتي عندهم جامعة، ومش جامعة وبس، جامعة حكومية، دي جامعة أهلية بمصروفات غير قابلة للربح. لا، في جامعة حكومية بتعمل في بورديس حالياً من ايام الدكتور خالد طبعا عبد الغفار، حطينا حجر اساسا هو والدكتور ايمن عاشور بيتابع. ان شاء الله باذن الله المرحله الاولى مش اكتوبر ده، الاكتوبر اللي بعده هنفتح الجامعه الحكوميه، تجاره وعلوم وتربيه وكل الموضوعات دي. دي جامعه حكوميه دي بتبقى بنصرفاتها في متناول ايد اولادنا. يعني يبقى عندك ده وعندك ده، السنه الجايه يبقى عندك جامعه حكوميه. الازهر ليه فرع عندنا هنا، وبعضا من معاهد السياحة وخلافه ليهم أفروا عندنا هنا. آدي التعليم، المدارس. أنا قلت السنة اللي فاتت أن أنا هعرض أن السنة دي مش هيبقى عندنا في وادي مفهوش مدرسة. كل الوديان، كل ولادنا، الولد ده جاي من وادي من الوديان، كل الوادي، كل وادي يعني يعني تجمع جوه الجبال، في مدارس. في حاجة واحدة بس، وأنا يعني يا رب صوتي يوصل للمسؤولين، البنات، البنت السينوية في منتهى الذكاء وشاطرة جدا وقيادية وكل حاجة، بس المدارس اللي في المدن، يعني اللي في أبو زنيمة وبرديس وشرم الشيخ والطور، وده دول بيتعلموا. المدارس اللي في الوديان اللي قلت لك عليها بقى داخل التجمعات، المدارس هناك لغاية ابتدائي، لغاية ابتدائي فقط، لغاية ابتدائي فقط. اللي بيحصل الأسر بتعلم الصبيان، بتوديهم بعربيات 40 كيلو 30 كيلو، يروحوا فين؟ يروحوا المدن يتعلم. البنات بيقعدوها في البيت. فطبعا هذا الموضوع غير لائق بالمرة، وأنا فتحته مع الدكتور طارق شوقي، وفي الحقيقة قال لي هبعت لك فصول متحركة، وبعت لي سبعة فعلا. بس أنا عايز أكمل بقى عشان بيبقى الباقي كله، يبقى فيه فصل أولى إعدادي، فصل تاني إعدادي، فصل تالت إعدادي. لا، دي نقطة البنت مهمة تتعلم جداً في نفس المدرسة، تطلع من سنة ستة تخش الفصل الأولى في نفس المدرسة جنب بيتها، ما تضطرش إن هي أو لا أهليها، أنت عارفة طبعا الطبيعة البدوية. طبعا مش هيسيبوها تمشي 40 كيلو وده. لا، فبالحقيقة ده مطلوب الفترة القادمة، عشان البنت والولد هنا واحد. المرأة السنوية بتشتغل كتير جدا، بتشتغل في كل حاجة، بتشتغل في الخزة والغزل والراعي وتربية الولاد، بتشتغل في كل حاجة. من باب أولى إن هي تكون متعلمة طبعاً، عشان هي اللي بتعلم الولاد دول. يعني أنت الأخ علي ده، وأنت لو كنت بصيتي وراكي كنت تلاقي والدته معاه، خدته بعد ما دخل الحديث، أنا شايفها لأن أعرفها، خدته ومشت. هي اللي بترعاه، بترعى الولاد، بترعى الغنم، بترعى بتعمل الشيلان الجميلة، الحاجات الجميلة اللي بتزود دخل الأسرة، بعمل لهم معارض، ولسه جايين من معرض منتجات بالكائرة. كمان هايله الحقيقه يا فندم، هايله يعني. بشكرك ان انت نويت للنقطه دي، المنتجات هايله، هي دي المراه السنويه. فانا يعني في الحقيقه اتمنى ان نكمل بقى عدد المدارس اللي احنا محتاجينها في الوديان، في التجمعات اللي جوه الصحراء، عشان البنت تتعلم. وبعدين بقى عندك الجامعات، تروح بقى جامعه الملك سلمان،
يروحوا الجامعه الاهليه الحكوميه في راس ابروديس تنال قسط من العلم عشان هي دي اللي بتربي. طبعا طبعا اتمنى ان يعني رساله حضرتك طبعا تصل، واعتقد اكيد يمكن واحنا بنحتفل مع حضرتك السنه الجايه اعتقد انه هيكون في اجراء قد اتخذ بالظبط كده. انا دخلت مدرسه ابتدائي على فكره كنت مسلحه بتساعدني، عملت مدارس كتير الفصل لجات لجات اعدادي عم بتعمل حضانه وابتدائي واعدادي لسه ما كملتش السنه. دخلت مدرسه لقيت العلم مرفوع، الاولاد واقفين، البنت قائده في المدرسه، كانت سنه سته او حاجه كده، هي اللي بتحيي العلم واللي ورا منها كلها بيحيوا العلم وراها، منظر رائع جوه الجبال جوه التجمعات البدويه. فده اللي انا اكيد زي ما حضرتك قلت دلوقتي. كمان طبيعه المكان نفسه بتخلق سمات كده في الشخصيه تمام. بتخليها شخصيه قياديه وشخصيه مسؤوله وشخصيه تتحمل الظروف الصعبه، فبالتالي نقدر ان الشخصيه دي يطلع منها حاجات كتير جدا لازم ان هي تتعلم زي ما حضرتك قلت. تعليم اساسي. طيب. التعليم اساسي. ده لو اتكلمنا عن قطاع التعليم، في قطاعات اخرى هي هامه جدا، الزراعه، الري، السياحه، الصحه. انت قعدتي مع الدكتور احمد السكر، والصحه انا جايبه مخصوص عشان يتكلم على التجربه بتاعتنا ويتكلم على التامين الصحي، ودي كانت من اهم الحقيقه الخطوات اللي تم اتخاذها في محافظه جنوب سيناء. حضرتك تحب تبتدي باي قطاع؟ لا هو طبعا السياحه مفروغ منها، يعني السياحه طبعا احنا بنشتغل في السياحه منذ فتره ايد بايد مع السيد وزير السياحه. كنا معاه في برلين، عملنا معرض هايل في برلين، كان من ضمن المعارض الجميله المحترمه اللي انا اشهد ان احنا بدأنا نتحط على الخط الصح في معرض برلين. معرض برلين كان رائع وكان اشغال كتير جدا، وكان جناح المصري رائع. انا حضرت، انا بتعب المناسبات دي وعشان خاطر في الحقيقه المحافظ بيبقى موجود ويجي مع علي الوزير يقول لي هنقعد مع المجموعه الفلانيه تيوي، هنقعد مع مجموعه كذا. لما انا بروح اقعد معاهم بيبقى الناس بتحس ان في اهتمام، طبعا ان في اهتمام، راجل جاي محافظه مدينه جاي محافظه جاي عشان يتكلم عن السياحه، ولو في مشاكل انا برد عليها. فكان رائع، السياحه رائعه. يعني ان شاء الله هي بتمرض ولا تموت باذن الله. احنا طالعين وطالعين ليه؟ احنا عملنا مدينه عالميه رائعه صديقه للبيئه، كل اللي فيها التاكسي ذكي، الباركينج اللي فيها ذكي. طبعا هقول ثاني يعني أكيد. هي بس العربيات اللي طبعا الاتوبيسات انا اتمنى انها ترجع تاني، الاتوبيسات اللي كانت موجوده اثناء المناخ. يعني انا طلبت، يمكن مش طلبت كتير، يعني طلبت 20 وكان عندي 260. انا مش محتاج ال 260 لان طبعا ده كان مناخ و50 الف بدعو و120 رئيس دوله وكده. لا انا كل اللي اتمناه وماشي انا مع السيد رئيس الوزراء واتكلمت في هذا الموضوع، عايز عودة حوالي 20 عربة تاني يشغلوا بالغاز والكهرباء، لأن عندي 140 شاحن موجودين. فطبعا دول يعني احنا ممكن باستخدام العربيات دي، وانا تواصلت مع الفريق كامل وتواصلت مع السيد رئيس الوزراء، وان شاء الله في وعد كبير جدا ان هتعود ولو 20 اتوبيس يرجعوا تاني، لانه كانوا عاملين منظر رائع صحيح في المدينة. وباذن الله بتاخد المواطنين طبعا وبتوفر لهم كمان اكيد، ومنظر حضاري طبعا، ومنظر حضاري واللي احنا بنسعى اليه. وانا اعتقد يعني ان في طريقه للحل، وباذن الله قريب جدا هتشوفي بنفسك الاتوبيس ماشي بتاعنا بقى بتاع شرم الشيخ ماشي في شرم الشيخ. محطات الوقود كلها غاز وكهرباء، انا عندي 13 10 غاز ومعاهم كهرباء، والبنزين طبعا موجود، السولر موجود بنسبه بسيطه. انما 800 تاكسي كلهم غاز، هايل. 800 تاكسي اللي عندي كلهم غاز. عايز اقول محطات الطاقه الشمسيه، احنا افتتحنا 4 اثناء المناخ وكان عندنا قبل كده واحده، بقى عندنا 5 محطات. مش كده وبس، القياده السياسيه صدقت في نبء بحوالي 250 الف متر مربع عشان عمل محطه لشركه طاقه. شركه طاقه عملت الجزء الاولاني العشر تلاف الأولانيين، ووعدوا إن هم هيكملوا، إن هم هيعملوا 20,000 واط هيعملوهم إن شاء الله طاقة شمسية. الطاقة الشمسية دي بقى هتقضي عندك خالص على موضوع الكهرباء والتلوث اللي ممكن يحدث. وزارة الاتصالات
عملت لنا النت فائق السرعه. اي فندق دلوقتي فيه نت فائق السرعه. الوزاره وصلت كابلات، مدت كابلات جديده لغايه باب الفندق. رئيس مدير الفندق مسؤولا او مشكورا دخل النت فائق السرعه عنده. الطاقه الشمسيه عندنا عدد لا باس، مش كل الفنادق طبعا، عمل طاقه شمسيه فوق الاسطح وبتشتغل بالطاقه الشمسيه، مش كله. اتمنى ان باقي الفنادق الفتره الجايه تدخل الطاقه الشمسيه. هنتكلم عن الزراعه. احنا عندنا مدينه الطور واعده فيها كميات مساحه كبيره من الاراضي. عندنا سهل القاع 21,000 فدان موجودين من سهل القاع، اللي هي المسافه بين الطور وبرديس. دول سياده الرئيس امر ان هم مرحله ثانيه في التطوير، هيشتغلوا على المياه الجوفيه عشان برضو منتجاتنا تيجي لفنادقنا. انا عندي 64,000 غرفه فندقيه بنجيب اكلنا من مصر. طب ما احنا الطور دي سله الغذاء بتاعه المحافظه، فيها اراضي زراعيه وبتنتج، بس انتاجها انا بدي للشعب وبدي للمواطنين. بعمل منافس في الطور، كل الخضار وكل الحاجات دي كلها بتنزل الطور لاهالينا. انا ما نقدر يعني ان هم يسدوا احتياجاتهم. انا عايز حجم يعني اكبر عشان اغذي الفنادق بدل ما بنجيب من مصر. طبعا في مناطق لوجستيه، القوات المسلحه هتعمل لنا واحده في صدر، وزاره التموين هتعمل لنا واحده في الطور، مناطق لوجستيه عشان تخزني فيها السلع، وبدل ما تجيبي من مصر يبقى عندك السلع موجوده تاخدي منها توزعي وهكذا. اتنين منطقه لوجستيه داخلين في ان احنا نشتغل بيهم. وزاره التموين معانا على طول بتدعمنا، القوات المسلحه النهارده عشان اعياد كل شهر بتجيلي قافله من القوات المسلحه فيها فراخ مجمده وفيها لحوم مجمده وفيها كل متطلبات ولادنا واهالينا، سكر وزيت وشاي وكل حاجه باسعار مخفضه عشان نضرب الاسعار. موجوده دلوقتي القافله موجوده حاليا وبتلف على المدن، وده باتفاق مع السيد مدير الخدمات الوطنيه الشركه الوطنيه. كل يوم 15 بكل شهر بيبعت القافله، هم 10 عربيات بنمد ولادنا واهالينا بالسلع الغذائيه طبعا اللي باسعار في متناول ايديهم. مش كده وبس، احنا يعني انا عامل مبادره، يعني ما هو الدوله بتعمل كل حاجه، لازم كل محافظ وكل مسؤول يعمل مبادره. المبادره هي ايه؟ ان انا اتصلت بوزير التموين، 10,000 طن زيت، 10,000 طن سكر، 10,000 طن دقيق، 10,000 طن رز، حصص عندي ناس بتدفع ثمن الحصص دي بوزعها مجانا على الاولى بالرعايه. دي مبادره مستمره يا فندم مستمره رمضان؟ لا دي قبل رمضان، وهنتوزع الحصه الثانيه يوم احد قبل رمضان بيوم ان شاء الله. باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا كان بمناسبه العيد القومي لجنوب سيناء واسترداد طابه او رمضان شهر، طبعا رمضان المعظم خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي. بشكرك جزيل الشكر. والحقيقه يمكن لو هنتكلم عن كم الانجازات اللي موجوده، وانا يمكن موجوده هنا وشايفه بعيني اللي حاصل، لو هتكلم عن طابه وعديت في الطريق على شرم الشيخ، حتى يمكن نسبه الاشغالات ما شاء الله كويس يعني كويس كويسه جدا. حتى شرم الشيخ المطار واحنا جايين ما شاء الله كان فيه برضو نسبه مسافرين كمان عاليه جدا، ان كان سياحه داخليه او حتى اجانب. ده ان دل على شيء هو يدل على جوده الخدمات المقدمه، ان دل على شيء يدل على انه دي جني ثمار كل ما تم في محافظة جنوب سيناء بشكل عام، إن كان من بنى تحتية، مشروعات تنموية، عمران وما إلى ذلك. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. الله يخليكي، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. الله يخليكي. وأنا طبعا عشان أتكلم معاكي في الموضوعات اللي أنت طالبها دي مش أقل من ساعتين طبعا، فإنما احنا بسرعة كده أوجزنا. واختصار الموضوع إن احنا بننمي الشباب، مهتمين بيهم جدا، بنسمع أي حاجة مش مظبوطة بنعمل لها مسابقة، بنعمل لها مبادرة عشان نزيل من اذهانهم اي حاجه ممكن طبعاً تاخدهم في اتجاه اخر، رفع الوعي كمان. رفع الوعي. حضرتك جزيل الشكر. زياده سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، نورتنا في صباح الخير يا مصر.